أصدقائي متابعيني، أسعد الله أوقاتكم. سأتحدث معكم اليوم عن بعض النصائح المهمة لمرضى الكورونا العصبي. والنصائح هي: أنصح بالمشي لمدة ربع ساعة، وأنصح بتمرين البطن لمدة 5 دقائق لإخراج الغازات من الجسم، وأنصح بتناول 6 وجبات صغيرة بدلا من 3 وجبات كبيرة، وأنصح بتجنب الإمساك بتناول الخضروات والفاكهة لأنها غنية في الألياف. وأنتقل لأهم الأعشاب وهي الكمون، البابونج، اليانسون، الشمر، الشاي بالنعناع. يرجى منكم الاشتراك في قناتي على اليوتيوب ومشاركة الفيديو لتعمل فايدة. انتظروني بفيديوهات جديدة. دمتم بصحة وعافية.